ما معنى اسم يعقوب؟ اسم يعقوب من الأسماء المذكرة، اسم قديم وأصيل، معناه الإنسان الذي يخلف الآخر ويعقبه، حيث قد سمي بهذا الاسم نبي تم ذكره في القرآن الكريم. اسم يعقوب اسم جميل ومميز، لا يدل على أي صفة قبيحة أو مسيئة للإسلام. يعتبر من الأسماء الرائعة لما فيه من صفات رائعة، كما أنه اسم من أسماء الأنبياء، لذلك يسمح بتسميته في الإسلام، حيث حرم الإسلام الأسماء ذات المعاني القبيحة فقط. ذكر القرآن الكريم اسم يعقوب حيث قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وذكر أيضا في السنة النبوية، ويدل ذلك على قيمته الكبيرة وأهميته، لذلك يسمح بتسميته في الإسلام، حيث حرم الإسلام كما قلنا الأسماء القبيحة. يرى علماء النفس أن اسم يعقوب من الأسماء الأصيلة المميزة، يتصف الإنسان الذي يسمى بهذا الاسم بأنه شخص مميز عن الآخرين، ويعتبر جذابا يحمل معنى القوة والشجاعة والبسالة، لذلك يريد الآباء تسمية أبنائهم باسم أصيل وجميل، واسم يعقوب من هذه الأسماء الأصيلة والجميلة. اسم يعقوب من الأسماء الرائعة، حيث ذكر كثيرا أيضا في كتب تفسير الأحلام، ويقال أن الإنسان إذا شاهد اسم يعقوب في الحلم يدل ذلك على أنه إنسان محترم وصالح، فهذا الاسم من الأسماء المميزة. الشخص الذي يشاهد اسم يعقوب في الحلم ستأتيه سعادة وفرحة كبيرة. من المشاهير الذين يحملون اسم يعقوب هو يعقوب الفرحان، وهو فنان سعودي اشتغل في المسرح. أيضا يعقوب عبد الله، هو فنان كويتي حاصل على شهادة البكالوريا، بدأ حياته بالفن وقام بعمل الكثير من المسلسلات كجرح الزمان. يحمل اسم يعقوب أسماء دلع كثيرة، منها يويو، يويا، يعاقو، يعقوبي. من صفات حامل اسم يعقوب أنه إنسان شديد الثقة بالنفس وعاشق للنجاح والتفوق، ويسعى جاهدا للوصول إليه، يسعى لتحقيق أهدافه وطموحاته، متفوق ومثقف ويحب التعلم، ناجح عمليا وعلميا، يسعى من أجل تحقيق النجاح دوما، يحب العمل والنجاح فيه، ويحب كل الناس ومتسالم معهم، مرح يحب أن يسعد من حوله، إنسان نشيط يحب حياته ويستمتع بها، شخص طموح يسعى لتحقيق طموحاته.